اهلا وسهلا بيك شيخ عبد الفتاح مورو. عفوا. اهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. على كل حال انا نقول الفيديو هذا رغما عن اهميته لكن جاء في 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 فتره تشاحن وفتره تهيئه، كل طرف يهيئ سلاحه للمعركه، يعتبروها كاينه معركه هامه جدا ولعلها كانها معركه فاصله، وفما سعي الآن لتكتيل جهود التونسيين باش يكونوا مستقطبين. وأنا هالتيار هذا وهالتوجه هذا لا أوافق عليه وأعتبره أنه من الخطورة بمكان. الفترة هذه فترة مشحونة بشيء من التلاسل اللي يوصل إلى حد الاتهام واتهام النوايا والحكم عليها. ونقول هذا ما يخلصناش من الوحلة اللي احنا وحلين فيها. الأمر الثاني اللي نحب نقوله وأن ماهوش معقول باش نقسم التونسيين الى مسلمين وغير مسلمين. ما ورد في الفيديو في فهمي الظاهري له ان هناك ناس منتصرين لمشروع اسلامي وفما ناس لا يرون المشروع الاسلامي، وهذه المفاصله موجوده من قبل. فما ناس لا يرون تحييد الدين عن الدوله واستبعادها، وفما ناس يرون خلاف ذلك، بحيث هذا مش تقسيم عدائي بانما تقسيم وصفي لواقع موجود. نوافق عليه او لا نوافق عليه هذه قضيه ثانيه، لكن ان نتهم صاحب هذا التصريح بانه يريد تقسيم التونسيين حتى يكون بعضهم ضد بعض، هذا تحميل للفيديو اكثر مما يتحمل. وعندما يقول انه يحاربون الاسلام اذا هم يحاربوننا، هل النهضه هي تمثل الاسلام؟ مش صحيح. النهضة لا تمثل الإسلام، وفماش حد يمثل الإسلام، والإسلام قاسم مشترك للتونسيين جميعا. ممكن تقول أن يحاربوني أنا في برنامجي لا استقيم للإسلام، عندك الحق تقول ذلك. أما إذا تجمع بكون عندما يحاربونني يحاربون الإسلام، أنا في تصوري هذا خطأ، وإما يكون سبق لسان. وعلما بأن ما يرد من أخطاء ساعات في بعض التصريحات لا ينبغي أن يعزل عن السياق العام للتصريحات والتصرفات. يعني خطأ يحصل في موقف لا يمكن أن يحولنا عن فهم المسار الذي نسيره. هذا مش دفاع عن الأستاذ راشد وحركة النهضة، وإنما لا من حقهم باش تدافع، يعني أنت نائبه الأول، شوف ما له ماكش كندافع عليه، يعني يعني هو الدفاع فيه التزام بموقف، وأنت محامي أصلا يعني الدفاع فيه التزام بموقف مسبق. لكن احنا الحقيقة اللي تفرض علينا نفس هي الحقيقة اللي فيها مصلحة الوطن، بعيدا عن المصالح الفئوية والحزبية. يعني إذا كان فما مصلحة وطنية نتحدثوا عليها ونقدموها على المصلحة الحزبية. طيب لكن تصريحات وموقف سياسيين عندها وزنها وعندها تأثيرها على الرأي العام، ولا عندما يستشعر البعض أنه كأنه فما تناقض بين ما يصرح رسميا وعلنا وما يقال في الجلسات المضيقة الخاصة، كأنه فما ازدواجية خطاب. الحقيقة هذه تهمة لاحقت النهضة منذ القدم، وكأني تو باش تبعث من جديد ازدواجية الخطاب. أنتم دائما تتهمون أنه ما يصرح علنا ورسميا إيمانكم بالدولة المدنية بالجمهورية بالحقوق الإنسان، كأنه بعض يقول هذا مجرد تكتيك سياسي وتصريحات رسمية، لكن يقولون أنه في العمق ايديولوجيتكم وخطابكم ليس ذلك. وربما اللي يعكس هذا مثلا كلام السيد باجي قايس بسي البارح في قناة حنبعلي عندما سئل عن الفيديو، قال طبيعي جدا هذا هو تفكيرهم، هذا هو منهجهم، لا استغرب ذلك. لا في هذا في شيء من التجني والتعميم. علاش؟ لانه يمكن يكون للفرد راي في قضيه من القضايا وهو ملتزم داخل مجموعه اما حزبيه او فكريه او جمعيتيه، ولا يكون رأيه متماشيا مع رأي تلك المؤسسة وتلك الحركة. حركة النهضة صحيح رئيس الأستاذ راشد الغنوشي، لكن عندها مؤسساتها، وعندما تصدر عن رأي صادر عن المؤسسات هو الرأي الملزم لها. لا يعني ذلك أن من كانوا منتمين لها لا يحق لهم أن يبدوا رأيا مخالفا. يعني كلام السيد راشد مش ملزم للنهضة؟ ملزم دي هو إلا إذا قال هذا موقف النهضة أو صدر عن مؤسسات النهضة. هذا رأي تم في مجلس خاص مش في مجلس رسمي، لكنه في مكتبه في حزب حركة النهضة،
والمانع هو يتخلم عن قناعاته الشخصية إذا كان هو موجود في مجلس خاص، هو يتخلى عن قناعاته أمام اختيارات الحركة في مؤسساتها. الملزم للحركة هو ما يصدر عن مؤسسات الحركة بشكل رسمي وهي تؤاخذ بذلك. أما أن يكون لأفرادها آراء خاصة في المجالس الخاصة، الإنسان لا يدقق في حديث عفوي، في حديث داخلي، ساعات الإنسان المفاهيم لا يحددها تحديد كامل. لكن العفوية ساعات تعكس هذيك الحقيقة، يعني النوايا الحقيقية. هذه أنا آرائي وأفكاري أتخلى عنها لأني منتسب إلى حركة ترى خلاف ذلك الرأي. أنتم حضرتكم تشوفوا أن مخاطبكم المتواضع في بعض القضايا خالفت رأي الحركة وقت اللي جاء الحديث عن إرادة تطبيق الشريعة. قلت أنا ليس من مصلحة تونس أن يوصف الدستور على ذلك، وأنا طالبت بالتمسك بالفصل الأول وأصررت على ذلك رغم كوني أعلم أن الحركة خلاف رأيها خلاف هذا. جاءت قضية الاختيار في النظام السياسي المرتقب، هل يكون دستور هل يكون رئاسي أو برلماني، وأنا أصررت على موقفي من تخير البرلماني على الرئاسي، وقلت التخير الرئاسي على البرلماني، وقلت البلاد غير مهيئة أن يكون فيها نظام برلماني، ما عندناش أحزاب مكتملة وعندها القوة متاعها التي تجعلها ثابتة الاختيارات. لحيث هو يسأل الأستاذ راشد، ولكن تسأل الحركة كذلك عن موقفها النهائي من هذه القضايا، ويطلب منها توضيح موقفها النهائي. لكن موقع سيد راشد موقع ثقيل في الحركة، وأكيد أنه عنده تأثير في الاستراتيجيات في القرارات. ما نتصورش يعني أنه هذا الفصل بشكل مبسط اللي تحتك عليه، يعني النفس إلى السيد راشد عن النهضة والنهضة عن سيد راشد، مش بالبساطة هذه نتصور. معناه نحيه ونحيه وإحنا مجلس شورى ونحيه. لا 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 نقول هذا، لكن زعيم الحركة المفروض يتكلم باسمها، يعني ينطق به. يتكلم باسمها وقت اللي يقول أنا نتكلم باسمها في المواقف الرسمية. يتكلم باسمها وهو المبلغ لرأيها، ويجب أن يكون هذا الرأي صادرا عن مؤسساتها. هذا مش إيجاد مخرج، وأنا ما نقول الواقع يفرض أن ندرك بأنه لبعض الناس آراء خاصة في داخل مؤسساتهم. وقت اللي يكونوا في مجالسهم الخاصة يبدئوا رأيهم الخاص. وقت اللي يكونوا في شكل رسمي ويصرحون باسم الحركة، يكون ذلك معلوما ومعدا للنشر، فهم يصرحون باسم الحركة التي ينتسبون إليه والحزب الذي ينتسبون إليه. أن يعتبر ذلك شكلا من أشكال ازدواجية الخطاب، أن نقول خطأ، لأنه احنا شو معنى أنا نتصور أي حزب من الأحزاب الآن الموجودة في تونس كل الناس فيه هما عبارة على كسرونات، فرد مقاس وفرد طول وفرد عرض، وأفكارهم كلهم كيف بعضهم. لا توقعوا ذلك، أن يكون شخص في موقع من مواقع أي مؤسسة حزبية أو حركية هو يتمسك دائما برأيه. أنت ريت سيادتك، وأنه إحنا في داخل الحركة وقت اللي جات قضية تطبيق الشريعة فما أنفار كما الأستاذ حبيب اللوز والأستاذ الصادق شورو طالبوا بذلك. أستاذ عفتح في النقطة هذه بالذات، طيب النقطة هذه بالذات هي تعطيني الكلام اللي يحكيها السيد راشد غنوشي في الفيديو، يقول موقف الحقيقة بصراحة عليه عديد نقاط تعجب والاستفهام، وهي تقول لنا هل هذا موقف رسمي ولا يقول صراحة للسادة اللي كانوا معاه واللي هم المفروض عن التيار السلفي، يقول انه طيب العلمانيين يحبوا الإسلام، أني حاطين لهم الإسلام في الدستور، أنتم متمسكين بالشريعة، شنو الفرق ما بين الإسلام والشريعة؟ بالنسبة لنا الإسلام هو الشريعة والشريعة هو الإسلام. هو رأوا الخلاف كان حول النص مش حول مفهوم النص. يعني أنا واحدة من الناس، سمحني أستاذ فتاح، والله أنا كمواطنة عادية كي سمعت الكلام يعني قلت يعني وكأننا خدعنا، يعني هو المفهوم يعني أنتم إذا ستطالبون بتطبيق الشريعة استنادا على الفصل الأول من الدستور. وخليه طالب شو الإشكال؟ هو الفيصل بين النص المتفق عليه مش المفهوم الذي يعطى للنص ككل العقود والاتفاقيات. لكن على أساس الناس مش في بالها الأغلبية أنه على أساس أنه دين الدولة صحيح، لكن مش بالضرورة، لأنه مسألة تطبيق الشريعة فيها العديد الكلام وخلاف، وكل واحد يفسر الشريعة كما يحب،
يعني ينطبقوا لحد مثلا برشا أسئلة يعني. أنا ما فهمش أنا يا أخي، أنا في الاتفاقيات بين الناس وفي العقود التي تكتب هل يؤاخذ الناس بنياتهم في فهم النص الذي وافقوا عليه، أم يؤاخذون بالنص في 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 ترتيبه؟ أنا نقول الناس، لكن زاد أنت أستاذ قانون وتعرف أنه حتى تفسيرنا وتأويلنا للنصوص يكون في سياق التي الذي صدرت عنه وفي حدود ما يتحمله النص من معاني. هذا هو حكا يقول لنا مجلة الالتزامات والعقود تقول النصوص تفهم في حدود المفهوم اللغوي للنص، وإذا كان النص يتحمل معنى نقبلوه، أما إذا كان ما يتحملوش ما نقبلوش. طيب موقفكم الرسمي الإسلام اللي يذكر في الفصل الأول من الدستور، هل تعتبرونه يعني الشريعة يساوي الشريعة؟ يعني الإسلام، الإسلام اللي يعرفوه الناس الكل، احنا عندنا إسلاميين احنا في بلادنا، لانه الحقيقه الشريعه نقول شريعه واحده لكن هي في تاويلاتها وتفسير مذاهبها عديد الشرائع. ولد لا 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 ما فماش عند شرائع، لا ما فماش عند شرائع. شن هي الشريعه؟ فما قران واحد لكن تاويل وتفسير متعدد. لا الناس اللي طالبوا بتطبيق الشريعه وينهضوها ما همش عندهم نفس المفهوم للشريعه. هذا هو المشكل. الشريعه هي حدود، هي قيم. احنا قلنا الشريعة هي مجموعة المنظومة الفكرية التي تحكم توجه المؤمن، واللي فيها مجموعة من القيم، من بينها قيمة العدل، من بينها قيمة الحرية، من بين قيمة المساواة، من بينها قيمة العطاء والبذل للفقير والتبنى. طيب نفس واضح. لكن اليوم احنا نتبنى ما يتبناه العالم من طرق لحماية الملكية ولحماية حياة الإنسان، ولا مانع من أن نتخذ من العقوبات ما يتوافق عليه البشر اليوم. طيب نأتي النقطة مهمة.